أهلا وسهلا فيكم بوزارة الدفاع. منرحب فيكم جنود الإعلام داعمين للجيش اللبناني. العقيد نزيه جريج رح أحكي اليوم باسم مديرية التوجيه عن قيادة الجيش. سير العمليات لليوم الأول، فجر الجرود، إيجاز عن سير العمليات العسكرية بجرود راس العلبك والقاع بتاريخ اليوم. بتواصل وحدات الجيش هجومة ضد إرهابيي داعش المنتشرة في جرود مناطق راس العلبك والقاع، وذلك من عدة محاور، وتمكنت اليوم حتى هذه الساعة من السيطرة على مساحات واسعة، وطردت المجموعات الإرهابية منها ودمرت العديد من تحصيناتهم وآلياتهم وأسلحتهم، وحققت العديد من الإصابات في صفوفهم بين قتيل وجريح. أهداف اليوم الأول من عملية فجر الجرود كانت السيطرة على طلعة خلف، تلة طلعة العدم، مرتفع ظهرات الحقاب، المرتفع 1476 والمرتفع 1564، سهلات الشميس، سهلات الخرزة، طلعة مبيض، تلال ظهور وادي التينة، طلعة خربة الشميس، وسهلات خربة داود. الإنجازات الميدانية بمحور حرف الجرش، سيطرت قوى الجيش على جبل المخيرمة والمرتفع 1564، شعبات الدرب وتلة خلف، وهيك سيطرت بالنار على مراح درب العرب ودليل الحصيد، رح اشرحهم على الخريطة بعد شوي. بمحور تلة الحمراء سيطرت قوى الجيش على مرتفعات مراح المخيرمة، شعاب المخيرمة، تلة طلعة العدم، ظهرات حقاب العش، وسيطرت بالنار على طريق تنية العسل والعقيب. بمحور حقاب خزعل سيطرت قوى الجيش على سهلات كلد الثعلب، وادي خربة الشميس، وادي الخشن، ظهور المبيض، ظهور وادي التينة، وسيطرت بالنار على مزرعة غنام. تم تدمير 11 مركز للإرهابيين تحتوي على مغاور وأنفاق وخنادق اتصال وتحصينات وأسلحة مختلفة. تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات. المساحة اللي سيطر عليها الجيش نتيجة العمليات العسكرية لليوم تقدر بنحو 30 كيلومتر مربع، يعني تقريبا حوالي ثلث المساحة اللي كانوا سيطروا عليها الإرهابيين، وأوقعت في صفوفهم حوالي 20 قتيل ناجمة عن الاشتباك المباشر والقصف المدفعي والجوي. خسائر الصديق، في عنا 10 جرحى، إصابة أحدهم غير حرجة. الوضع الحالي، عم بتواصل وحدات الجيش تقدمها السريع تحت دعم نادي مكثف من المدفعية الثقيلة ورشمات الصواريخ والطائرات، فيما تسجل حالات انهيار وفراغ كبير في صفوف الإرهابيين. هيدي البقعة يلي كانوا متواجدين فيها الإرهابية قبل بدء العمليات ساعة عند الساعة 5 صباحا، واللي بتبلغ مساحتها حوالي 120 كيلومتر مربع. وقلت انه الجيش اليوم قدر يسيطر ويحتل ويستعيد 30 كيلومتر مربع من بقعة البقعة اللي كان منتشر فيها الإرهابيين. المحاور يلي هاجمت عليها وحدات الجيش، المحور الأول تقدمت وحدات الجيش وقدرت تسيطر على البقعة الممتدة من تلة الحمراء سيطرت قوى الجيش على مرتفعات مراح المخيرمة، شعاب المخيرمة، تلة طلعة العدم، وظهرات حقاب العش، ظهرات حقاب العش وتلة طلعة العدم، مرتفعين استراتيجيين السيطرة عليهم أمنت لوحدات الجيش السيطرة بالنار على وسط القطاع، وبالتالي منعت الإرهابيين من الانتقال من شمال القطاع إلى جنوب القطاع ومن غربه إلى شرقه. المحور الثاني، المحور الأول يلي هو من
المحور الثاني اتقدمت منح اب خزعل وسيطرت على سهلات بلد الثعلب، وادي خربة الشميس، وادي الخشن، دهور المبيض، ودهور وادي التيني. والمحور التالي محور حرف الجرش، سيطرت قوى الجيش على جبل المخيرمة المرتفع 1564 شعبات الدرب، وسيطرت بالنار على مراح درب العرب ودليل الحصيد. منكون بنهار الأول سيطرنا على حوالي 20 كيلومتر مربع، وصارت بعد انتشار الإرهابيين على خط التماس باللون الأحمر الموجود على الخريطة 30 كيلومتر مربع. هلأ أعطيت الأوامر للوحدات العسكرية المشاركة في العملية للتقيد بالقانون الدولي الإنساني، لسيما المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف للعام 1949، والتقيد بقواعد دارة العمليات العسكرية لجهة التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، كما ضرورة الحد من الأضرار الجانبية باتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الاستهداف. بعض المشاهد من يلي قاموا فيها جنودنا الأبطال اليوم بمحاور الإنقاذ. فيلم عن سير العمليات العسكرية اللي صارت اليوم. المورا افتح النار، افتح النار على الثانية، كل العالم تفتح النار، افتح النار. إذا حدا بيحب يسأل أي سؤال رح نفتح المجال بسيط عدد ضئيل من الأسئلة، بس دولنا الضار إنه الأسئلة تكون محصورة ببقعة العمليات وبالعمليات القتالية، ما تكون الأسئلة خارج بقعة العمليات. تفضلي. هل صحيح الكلام اللي حكى عنه إنه العمليات العسكرية توقفت لسبب ما، وشو هو السبب؟
العمليات العسكرية ما توقفت، وبأكد لك إنه العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق الأهداف وطرد الإرهابيين والانتشار على الحدود. هلأ كلكم بتعرفوا إنه طبيعة الأرض صعبة وفي الإرهابيين ملغمين مساحات واسعة، وبالتالي شيء طبيعي إنه في بعض النقاط يصير فيها بعض التوقف لفتح ثغرات في حقول الألغام والتقدم باتجاه الإرهابيين، وسنقضي على الإرهابيين. قدرة داعش القتالية قد قلصت؟ أكد لك أن داعش خلال الفترة الأخيرة قدر الجيش بواسطة حماياته المدفعية بواسطة الطائرات أنه يقضي على قسم كتير كبير من رجالهم ومن عديدهم ومن عتادهم، وضيقنا الخناق عليهم بشكل أنهم أصبحوا أوهن من أنهم يتابعوا المعركة، وإن شاء الله قريبا بتشوفوا النصر كتير قريب. سيادتك بتقييم اليوم الأول من العملية العسكرية، هل الجيش راض عما حققه هذا أولاً، وثانياً هل التزم بالسقف الزمن الذي كان يحدده لمثل هذه الخطوات، وهل يعتبر أنه في اليوم الأول استطاع أن يحشر داعش في الزاوية؟ طبعاً الجيش التزم بما تخطط له لليوم الأول وقدر يسيطر على مرتفعين اللي هن الهدف الأساسي، طلعة العدم والمرتفع 564، وهيدول مرتفعين السيطرة عليهم بتقلص قوة داعش بشكل كتير كبير وبتعطي للجيش أفضلية، وهن نقاط حاكمة، بالتالي بيسيطروا على عمق البقعة القتالية لداعش، وبتسيطر بالنار على أهم محورين للمساندة اللوجستية لداعش، وبالتالي نحن حققنا أهدافنا لليوم الأول إذا مش أكثر شوي. اليوم تزامنا مع المعركة اللي عم بتصير في الخبر، توجه فريق من الطاولة العسكرية إلى عرسال وحديث عن أيضا وفد من الأمن العام توجه للمنطقة، هل في عندكم معطيات أكثر؟ بالنسبة لهذا الموضوع، هالملف يلي أنت عم تقصده بالضبط بيتولي اللواء إبراهيم وهو المكلف إنه يحكي بهالموضوع. سيادة العقيد، سؤالين فقط. أول سؤال بالنسبة لله، هل سمعنا عن أسرى؟ وسمعنا عن أسرى لداعش، هل تسلموا لقيادة الجيش، خاصة الناس اللي تسلمت؟ الناس في ناس سلمت بمعمر الزمراني وغيرها، تسلمت حالها، فهل تسلموا لقيادة الجيش أو قيادة الجيش أسرت من الإرهابيين؟ هذا سؤال. معلوماتك غير دقيقة، بس يكون في عنا معلومات بهالخصوص حنفيدكم بالضبط وبدون أي لف ودوران. نتفق لليوم بالأسئلة وأهلا وسهلا فيك. قد ممكن تاخذ العملية